هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين من دون مطر ولا برد شديد، ولكن لأجل أنه مشغول في العمل؟ لا يجوز، نعوذ بالله من ذلك. العمل لا يحول الصلاة يتصرف فيها، كل صلاة في وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي، ما ورد في الكتاب والسنة العذر به.